وهما يسرنا اليوم حضور فخامة الرئيس بشار الأسد لهذه القمة وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا وعودة الأمور لطبيعتها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي بما يحقق الخير لشعبها وبما يدعم تطلعاتنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا. الحضور الكرام، من القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة وتتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي الفلسطينية بحدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.